أنا الحقيقة يعني من اللي دخلوا مبكرا في ميدان وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي لي في كل بحر قطرة على قولتهم. الفيسبوك له مزاج مختلف، كان هو في البداية اتجاهي إليه، ثم جاء تويتر. الفيسبوك الناس وش تقول؟ تقول كنا سواليف في مجلس، تويتر قلب المعادلة تماما، أصبحت سواليف في شارع. أنت ممكن تسولف مع صاحبك ويجيك واحد ما تعرفه ويطل ويقعد يتدخل ويتشارك في الحوار. السناب أصبح يعني نافذة تنقلك إلى كل مكان تقريبا وكل بيت، أصبحت لا تحتاج أنك تتصل عليك قناة المجد عشان تبلغ رسالة أو تلقي بيان أو تصرح أو تلقي قصيدة حتى. أصبح بإمكانك أنك عن طريق واسطة السناب أنك تخلق أو تنشئ قناتك التلفزيونية أو وسيلتك اللي تتواصل بها مع المتلقين، وهذه ثورة كبيرة أنا أعتبرها. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا خلاك أنت تصير على اتصال مباشر مع المتلقي، يعني في الجريدة في التلفزيون أنت لست على تواصل مباشر ولا علاقة مباشرة، يعني في حاجز هو يعني في يعني الجريدة مثلا سابقا قبل الإيميلات كانت لازم الرسالة تصل عن برا الجريدة الفاكس، حتى الرسالة يعني في التلفزيون ما تصلك بشكل مباشر إلا إذا كان البرنامج على الهواء وفي اتصال. لكن الآن أصبح لا علاقة مباشرة، وردة الفعل أيضا آنية وسريعة، يعني تستطيع أن تقيس ردة الفعل على ما تكتب أو ما تبدي من رأي فورا، تستطيع أن تقيس اتجاه الرأي العام وأين يتجه وتقيسه أيضا فورا. المشكلة الوحيدة بس أنه يعني في ميزة لغياب الضوابط لغياب القيود والحواجز، لكن أيضا صار في سلبية غياب الضوابط، يعني الشتم، التخوين، التشكيك، الذمم، الطعن أصبحت مثل شربة الماء عند بعض الناس، خاصة سم. يعني شيء مزعج مؤسف، وأحيانا تتهم بشيء غير صحيح ويؤثر فيك، يعني أصبحت أنت تخشى أحيانا أنك تبدي رأي صريح حتى لا يعني تخون مثلا، أو أنك ما تتخذ الموقف الفلاني لو تتهم في أنك أنت أو تمتدح مثلا جهة حكومية يقول لك والله هذول شارينك مثلا بهالعبارة البسيطة. طيب هذه تهمة خطيرة، أنت يعني أصبحت يعني أحيانا والله يعني دائما أنا أتهم شخصيا أنه أنا أكتب عن السلبيات أكثر من الإيجابيات، حتى رغم أني أنا يعني محسوب على الكتاب اللي ينتقدون بصراحة، لكن حتى لما أمتدح جهة حكومية أتهم أنه أنت وش ليش تمدح. وهذا طبعا مسألة خطيرة، لأنك أحيانا أنت تشوف إيجابيات جيدة يعني ودك تكتب عنها، يعني برضو أنت تبغى ترفع معنويات المجتمع، تطمن المجتمع انه في امور ايجابيه في المجتمع، يعني في امل، يعني تبغى تزرع الامل، يعني في امل في التغيير. احيانا تحسب حساب رده الفعل. انا الحمد لله يعني ما يهمني رده الفعل، ولذلك دائما الكل زعلان مني، احيانا المطاوع يزعلون مني، احيانا الليبراليين يزعلون مني، احيانا يعني هذا مو بهدفي ارضاء انا احد، وهذا بالعكس دليل انه يعني أنا ممكن أتفق معك اليوم وأختلف معك بكرة، أنت كمسؤول ممكن أمدحك اليوم وأنتقدك بكرة، هم يقولون لك أنت متذبذب، لا أنا مو متذبذب، هذا دليل أنك أنت ما عندك أجندة شخصية أو ما عندك والله استهداف شخصي أو ما عندك ارتباط شخصي، هذه حرية. ولذلك وسائل التواصل الاجتماعي رغم إيجابياتها في أنها فتحت مجال واسع لكل من يكون لديه قدرة على التعبير عن رأيه أن يعبر، وعلى الاتجاه الآخر أنه كل من ما يسوي يعبر. للأسف أنه أتاحت أيضا فرصة للي لا يتحلون بأدب الحوار ولا أخلاقيات التعامل مع الآخرين، يعني أحيانا تشوف يعني ناس رموز لنا إحنا نعتبرهم ثقافيين مثقفين، يعني من زي الدكتور عبد الله الغذامي يكتب تغريدة تلقى الطفل مراهق يرد عليه بسوء أدب. طيب يعني حتى إحنا في وقتنا يوم كنا صغار نشوف كبير السن في الشارع ما نقول له لا يا عم ونحترمه، الحين لو تلف عليه في الإشارة بزر هذا طوله ممكن يسيء لك ويهينك ولا ينزل عليك بعد. هذا الكتاب يا شيخ يقول إنه مش